عودي نحن وياكم مشاهدينا مباشرة لقاعة الرئيس صائب سليم بالنادي الرياضي بالمنارة، عودي لمتابعة وقائع النهار الأول دورة حسام الدين الحريري العربية الـ24 لكرة السلة. عودي لمتابعة هالنهار يلي البطولة من خلاله رح تستمر لغاية 17 تشرين الأول، مباراتين كل يوم. اليوم كان حفل الافتتاح من بعد المباراة الأولى الافتتاحية اللي عم تجمع النادي الرياضي اللبناني ونادي نفط الجنوب العراقي، ولكن ابتداء من بكرة السبت المباريات رح يكونوا الساعة 3:30 مباشرة على الهواء ومن بعد الساعة 5:30. يعني محبي الرياضة ومحبي كرة السلة ومتتبعي كرة السلة رح يكون عندهم موعد مع مباراتين يوميا. بكرة إذا الله راد مباريات جديدة، الرياضي مباراته الثانية رح تكون نهار الأحد، لأنه بعرف قديش في جمهور بحب يكون موجود بقلب قاعة الرئيس صائب سليم بالمنارة. اليوم المباراة اللي عم تبعوها معنا مباشرة الرياضي بيروت يلي مسيطر فيها على الجيم، وأكيد يعني جيم عم بتكون حماسية، والرياضي بيروت بين انه فريق جاهز، عم بيعمل روتيشن الكوتش على عدد كتير كبير من اللاعبين. زملائنا كمان بقسم الاخبار الزميلة رشا الخطيب وهبة زيدان كمان عم بيتابعوا الجيم اليوم. على كل الاحوال 3 حكام على ارض الملعب اليوم، والسيلفي وين ما كان خلفي، مني خلفي هلا. على كل الاحوال 3 حكام على ارض الملعب، هيكل قسطنطين من تونس، عبد الكريم شكيب من البحرين، ومحمد السلم من البحرين. شكيب عكوم كمان بدي اتشكره على كل الاحصاءات وكل المساعده اللي عم يقدم لنا اياها على طاوله التحكيم. والسلفي شغاله خلفي، ما اعرف شو هالسلفي، ما كانت تخلص هالسلفي. انطلاقة الكوارتر الثالث، اول 5 من ناحية نادي نفط الجنوب العراقي على ارض الملعب. علي عامر طالب وبالاضافة لجاسمين الكرواتي وبولت الامريكي، اللاعب رقم 4 ذو الفقار فاهم، وبالاضافة لهم لاعب رقم 14 مالك فالح ناهي. هن اول 5 بالوقت يلي عم بيسجل اللاعب بولت نقطتين، وعم يحصل على فرصة الاند وان عن الفري ثرو لاين. عم بيطالبوا بووكينج لاعبين النادي، هيدي هون ما بعرف يعني، لا بالاعاده تما نقول انه بالنهايه عم ننحدر. حتى بدي وجه تحياتي بالمغرب لكل الجمهور المغربي، وبدي اقول انه بطوله الانديه العربيه بنسختها ال 27 يلي رح يستضيفها نادي جمعيه سلا المغربي رح تكون بمدينه سلا المغربية جنب العاصمة الرباط. جمعية سلا يلي واحد من أقوى الفرق العربية. بداية الكوارتر الثالث، الكرة بتلمس الديفنس العراقي وبتبقى البوسيشن لمصلحة النادي البيروتي، لمصلحة النادي الرياضي بيروت اللبناني. يعني النادي اللي مرشح ليحرز كل ألقاب هالموسم بلبنان، مرشح مش عادي، فوق العادي بكتير ليحرز لقب بطولة لبنان. بس في عنده مشكلة ببداية هالدورة لهلا، هي تورنوفرز، 12 تورنوفر على النادي الرياضي ببداية الدورة. هيدا رقم اوه على حيدر، جرب يستعرض ولكن علي حيدر ما بينجح انه يسجل من هالفولو. عن الفري ثرو لاين بيسجل اللاعب ذو الفقار. الفقار بيسجل، تاني ما بيسجل منه، الريباوند لمين رح يكون؟ البوسيشن رح تكون لمصلحة النادي الرياضي.
علي محمود بول هاندلر النادي الرياضي. لو وودز على البوست على الويك سايد عم تبرم بشكل كثير منيح. بلاك شوت حلوه البلاك شوت من اللاعب مالك فالح. عبد النور في الحكم التونسي هيكل قسطنطين بيقول في خطأ لمصلحة جامد النور. اوت اوف باوند لمصلحة جامد النور ولمصلحة النادي الرياضي. 31-27 أربع نقاط فقط التقدم للنادي الرياضي بيروت على نادي نفط الجنوب العراقي. يعني إذا بدي لكم السبب بالإحصاءات خليني أحكي لكم أرقام. أرك 3 بوينتس لحاله الرياضي مجربين 16 مرة سجلين فقط 2. بدي أطلب من حنا إذا فينا نشوف الإحصاءات على السكرين بالوقت اللي عم يقلص الهون. هي الخبريه 16 تسديده عن ارك 3 بوينتس مسجلين 2 وزيدوا عليهم 11 تورن اوفر مش مقبول ببدايه المباراه للنادي الرياضي. وبمباراه وديه كانت جرت من حوالي 9 ايام بين الفريقين ربح النادي الرياضي بيروت بفارق 25 نقطه على نادي نفط الجنوب العراقي. واكيد مش بهالمستوى كان ظهر النادي الرياضي باليونان بمواجهه نادي باوك اليوناني ثالث نادي باليونان بعد باناثينايكوس واولمبياكوس. يعني عم نحكي عن مستوى كثير عالي. يوم سان انطونيو سبيرز خسروا من فريق برلين الالماني بالوقت يلي اللاعب براين راش عم يسجل واحده من اربعه. اول تسديده عن ارك 3 بوينتس لبراين راش نقطه السادسه و34 29. على كل الاحوال برجع بدي اذكر بنفس الشيء اللي بلشت فيه الجيم. السكاوتنج اللي عامله الكوتش العراقي عامر طالب ممتاز على النادي الرياضي. عم يعرف وين الكي بلايرز بالنادي البيروتي وعم يقدر انه يوقفهم. لو وودز تحت الباسكت ما بيسجل. الريباوند لمالك فالح ناهي. علي عامر طالب ابنه للكوتش عامر ما بيسجل. الريباوند لمين راح يكون؟ عراقي كمان. وذو الفقار بيلتقط الريباوند من قدين لاعبين النادي الرياضي. يعني بالريباوند الرياضي متفوق حاليا 31 ريباوند بمقابل 18. بالمقابل كمان فريق سيدات النادي الرياضي باللايف سكور يلي عم بنقلكم اياه ويلي عم يلعب في هالاثناء بمواجهه نادي الارثوذكسي الاردني للسيدات ببطوله الانديه العربيه للسيدات بالاسكندريه يلي عم ينظمها نادي السبورتنج المصري متقدم 80-46 قبل دقيقتين و22 ثانيه. يعني بدايه ملوكيه لسيدات النادي الرياضي ببطوله العرب. علي حيدر بيسدد عن ارك 3 بوينتس وبيسجل. علي حيدر 37-30 بولتس ما بينجح انه يسجل. براين راش فاست بريك. علي محمود لعبد النور. عبد النور بيوصلها لعلي حيدر عم بيخترق علي حيدر. وعلي حيدر كان طالع يعمل الشو علي حيدر بهالوقت. علي حيدر لو وودز هون. علي حيدر تعرض لخطأ قوي الخطأ الرابع على اللاعب ذو الفقار لاعب رقم أربعة ذو الفقار فاهم عبد السادة بيرتكب الخطأ الرابع وعم يطلع ليرتاح على البنش. عم بيدخل بدلا منه اللاعب رقم سبعة حسان علي عبد الله.
علي عبد الله حسان، علي عبد الله يعني بيت عبد الله، اثنين بالفريق العراقي، حسين عباس عبد الله وحسان علي عبد الله. خطا على جا عبد النور، تورن اوفر، تورن اوفر جديده على النادي الرياضي، تورن اوفر رقم 14 بالجيم على النادي الرياضي. فارق 7 نقاط التقدم للنادي الرياضي. وائل عراجي عم يتحضر ليدخل لارض الملعب. علي حيدر بيعمل الستيل، بيطلع بالفاست بريك علي حيدر، ولكن الترانزيشن ديفنس كانت ممتازه وسريعه. ترانزيشن ديفنس كانت ممتازة وسريعة من اللاعب علي عامر طالب، لاعب رقم 6 البوينت جارد. وائل عراجي بيوصلها لعند علي حيدر، ولكن الكرة البوسيشن بتبقى لمصلحة الرياضي. خلينا نشوف هون بالإعادة البالانس يلي عنده إياها، نهايته بيلعب سيرك كمان. وائل عرقجي بول هاندلر الرياضي، مان تو مان ديفنس، دفاع المان تو مان. اوه 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 عرقجي، يعني لو ما سجل، ولكن شو اللي عمله وائل عرقجي؟ ما بعرف شو بدي اقول على وائل عرقجي، حلوة كثير الطريقة اللي بيعمل فيها البنتريشن. شوفوا البوينت كارد اللبناني وائل عرقجي، ستيب 2 وفوق اللاعب الامريكاني، فوق اللاعب الامريكاني، جرب انه يسجل بطريقه حلوه واستعراضيه. وائل عرقجي خمسه ريباوند واسيست واحد لوائل عرقجي، ما بسجل الثاني. وائل يعني دعانا هالباسكت ما تفوت، جريء جريء، لاعب جريء اللي كنا شفناه الموسم الماضي بدورة حسام الحريري، كمان كان عمل سلام دانك ممتازة وفرجينا قديش عنده جامب عالي. وائل عرقجي زون ديفنس هلا من الرياضي، عم بيلعبوا دفاع المنطقة، دفاع الزون، بوسيشن لمصلحة مين؟ رح تكون لمصلحة الفريق الأصفر، لمصلحة النادي الرياضي بيروت. Out of bounds. اسماعيل احمد عم بيطلب التبديل، عم يدخل لارض الملعب بدلا من لو وودز. هذا جمهور النادي الرياضي، فول كورت بريس من الفريق العراقي، الدفاع ضاغط مان تو مان، هو بيقلب بعد ما يكون مبلشين الديفنس من اول الملعب. فول كورت البولت بيلتقط الريباوند، وصلها لعند جاسمن، ما بعرف ما بعرف اللاعب الكرواتي لهلا، خلينا اعرف ارقامه. شكيب من عندك شكيب عكوم، نقطتين، 2 ريباوند فقط. هون عم نشوفه بوجهه اسماعيل احمد، مان تو مان ديفنس من النادي الرياضي كمان، تسديده من بولز ما بياخذها، بده يعمل بنتريشن من النقطتين ما بيسجل. وائل عرقجي بلتقط الريباوند، عم يتعرض لديفنس من بولز. مان تو مان فول كورت، دفاع الرجل لرجل بكل الملعب. اسماعيل احمد، براين راش، براين راش كرة اوت اوف باوند، وبيرجعوا بعيدوا ال 24 ثانية من الأول لأنه الكرة ظهرت بعد ما اصطدمت بقدمه للاعب العراقي. براين راش بيسدد، براين راش وبيسجل نقطة الثامنة
افضل سكورر بالجيم لهلا هو اسماعيل احمد من ناحيه الرياضي بتسع نقاط، ومن ناحيه المباراه بشكل عام هو اللاعب الامريكي رقم 12 بولز. والعراقجي كمان، لا يا وائل دعانا، يا وائل دعانا، هاي يا وائل يعني الصعبه كنت قدرت تعمل فيها شو، هيدي ما عم تقدر تسجل منها بالوقت يلي في اعتراض من اللاعب علي عامر طالب. نقاش ما بين المدرب عامر طالب و 39-30، تسع نقاط فقط متقدم النادي الرياضي بيروت. زيد ألخص لاعب منتخب الأردن السابق وزوجته غنوة قباني لاعبة منتخب لبنان السابقة موجودين كمان على المنصة الرئيسية لقاعة الرئيس صائب سليم بالنادي الرياضي بالمنارة. حلوة كتير هاللقطة، حلوة يعني السمارت فونز صاروا كمان من طرق نقل الصورة وصاروا من الأساسيات بنقل الخبر حول العالم. حسن عباس على الفري ثرو لاين ما بيسجل، ولكن الريباوند عراقي والريباوند بيتسجل من بعده نقطتين من حسان علي عبد الله. 39-32، 3 دقائق و39 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث. دلوقتي اللي عم نشوف فيها المنصة الرئيسية والعراقجي بول هاندلر الرياضي مان تو مان فول كورت، عم ببلشوا الدفاع من اول ملعبهم للنادي الرياضي الفريق العراقي. براين راش ما بيسجل، الريباوند بيكون لاسماعيل احمد، والسمعة بكل خبرة بينتقط الريباوند السابع ودبل فيجرز بالنقاط لاسماعيل احمد نقطته ال 11. بست سكورر بالجيم هو والامريكي بولز. من ناحية الفريق العراقي جاسمين ما بيسجل، الريباوند لبراين راش، الريباوند الرقم 5 لبراين راش الامريكي مع 8 نقاط. علي حيدر بيسجل عن ارك لثري بوينتس نقطته السادسة، 2 من 3 عن ارك لثري بوينتس بهالكوارتر الرياضي، مسجلين 3 من 4 عن ارك لثري بوينتس، وبالمباراة كلها الرياضي مسجلين 5 من 20 عن ارك لثري بوينتس بالمقابل 2 من 7 عن ارك لثري بوينتس الفريق العراقي. هيدي الارقام عم تعطي الافضلية للنادي الرياضي ليقدر يتقدم 44-32. جاسمن عم يطلع على البنش بالوقت اللي طبعا يعني بدنا نشوف حاليا الرياضي اذا بنهايه الكوارتر الثالث بدايه الكوارتر الرابع مثل العاده الرياضي بكل مبارياته بيقدر يعمل البريك وبيقدر يريح حاله لنهايه المباراه. عم يتعرض للبرشر الفريق العراقي براين راش لوائل عراقجي اللي بيسجل هالمره بلاياب. هالمره وائل عراقجي بفضل يسجل بلاياب، والكوتش سلوبودان سوبوتيتش عم بيركز دفاعه بالوقت اللي براين راش كمان عم بيسجل بلاياب. وهيدا يلي انا قلت لكم اياه، سلوبودان سوبوتيتش واحمد الفران عم بيقدروا يعملوا الفارق لمصلحه الرياضي. 48-32 ودبل فيجرز بالنقاط لبراين راش مع 10 نقاط. أربع دقائق معافين عم تصبرك راح عليه في النقاط.
التايم اوت دقيقتين و27 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث، والنادي الرياضي لفريقه عند السيدات عم بيتقدم وينهي المباراة بفوز أول على الأرثوذكسي الأردني بأولى مبارياته بالبطولة العربية للسيدات بالإسكندرية 81-49 81-49. علي عامر طالب بيحصل على الخطأ من وائل عرقشي، دقيقتين و 18 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث. على الفري ثرو لاين تسديدتين لعلي عامر طالب الأولي ايربول. دقيقتين و 17 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث من هالجيم. براين راش تورنوفر، 15 تورنوفر على النادي الرياضي، 15 تورنوفر على نادي نفط الجنوب العراقي. علي عامر طالب بولز بده يسدد عن ارك 3 بوينت، ما بينجح انه يسجل بهالوقت، وخطأ لمصلحة اسماعيل احمد، خطأ على اللاعب مالك فالح ناهي. خلينا نشوف الإعادة هون، شوفوا هون الطريقة اللي كان عم بيعمل فيها سكرين اللاعب مالك فالح. تبديل اللاعب جاسمن الكرواتي عم يتحضر للدخول لأرض الملعب. تورنوفر على النادي الرياضي بولز، وما بيسجل، اللي بيسجل بطريقة حلوة هو ذو الفقار فاهم عبد السادة، بيتابع بطريقة ذكية وبيعمل الفولو. و 48-35 اسماعيل احمد للورن وودز، لو بتعرض للبلوك شوت لو وودز، والبوسيشن بتبقى لمصلحه النادي الرياضي اوت اوف باوند. مالك فالح بيخرج من الملعب، كمان اربع اخطاء على مالك فالح. مالك المترين وثمانية العراقي بيطلع مع الفاول ترابل، والتايم اوت هالمره عم بيكون لمصلحه السلوبودان سوبوتيتش. Jasmine,
again. Don't let him push you out there. And don't forget, listen, Fakar, don't forget, screen and get position تحت الباسكت وهنا شوفوا هذا شوفوا هذا يستلم كرة هنا شوف هذا سكرين لانه ما يدافعون لبرا خليني وين هنا انا اقدر امرر بس just men and D play in same side you both play two man game you both okay يلا بس خلينا بيحصل على الخطا لورن ووتس بيحصل على الخطا الخطا على اللاعب رقم 12 لو ووتس عند الفري ثرو لاين الاول بيسجلها لو 49-35 حاليا لو وودز كمان بيسجل الثانية ثلاثة من أربعة عن الفري ثرو لاين سبع نقاط ثمانية ريباوندز وبلوك شوت 36 ريباوند للنادي الرياضي بمقابل 20 ريباوند لنادي نفط الجنوب العراقي بولز جرب يخترق على الوودز ما بينجح بيبقى محافظ على الكرة تسديدة عن آريك 3 بوينتس ما بتتسجل الريباوند لاسماعيل احمد الفاست بريك مع براين راش بوصلها ذكيه كثير هالتمريره لعند وائل عرقجي ميغيل مارتينيز براين راش بيخترق هو براين راش لوائل عرقجي 10 ثواني باقي 9 ثواني لياخذوا الاتمت النادي الرياضي عرقجي بيخترق ما بيسجل الريباوند لعلي عامر طالب بالوقت اللي وائل عرقجي عم عنده اصابه على ارض الملعب اسماعيل احمد بيلتقط الريباوند وهيدا الريباوند التاسع لاسماعيل احمد بالمباراه 11 نقطه 9 ريباوندز لاسماعيل احمد والعاده مثل العاده اسماعيل احمد دائما بيكون قريب من الدبل دبل هيدا شيء كثير طبيعي ولكن تريبل دبل يلي عاده ما بيعملها اسماعيل احمد اليوم بعيد شوي عن تريبل دبل ولكن قريب جدا من الدبل دبل الرياضي مسيطر بشكل تام على الريباوند 38 بمقابل 20 ميغيل مارتينيز عن ارك 3 بوينت وبيسجل ميغيل مارتينيز 53-35 بريك سريع من بعدها بنرجع لمتابعه الكوارتر الرابع والاخير من المباراه